جامو حكاينا طبيبة أخصائية في طب الأطفال والحساسية. موضوع اليوم هو الربو عند الأطفال. الربو عند الأطفال هو التهاب مستمر في المسالك الهوائية وتنتج عنه نوبات ضيق في التنفس. أنواع الربو نتكلم عن لازم جنوغيسون أو الربو عند الرضع، لازم أليرجيك أو الربو الحساسية، واللازم ديفور ولا الربو عند الإجهاد. أعراض الربو عند الطفل تتمثل في السعال المتكرر، صعوبة في التنفس، ضيق في التنفس، ضيق في الصدر، إفراز البلغم وهذا ما نسميه بالإقلاق، الإعياء، اضطرابات في النوم، والإزراق أو لاسيانوز وهذا خلال ضيق تنفس شديد. أسباب الربو عند الطفل تتمثل في الأسباب الوراثية، القابلية الوراثية للطفل أو البريديسبوزيسيون جينيتيك، لاتوبي فاميليال أو مرض وجود الحساسية عند الوالدين، العوامل الطبيعية كرطوبة المناخ، السيجارة، التلوث الهوائي وتقلبات الطقس. خطورة مرض الربو تتمثل في نوبات الربو الشديدة عندنا الإعياء أو الإرهاق، لابسونتيزم سكولير وذلك بسبب النوبات، والقصور الدائم في وظيفة الرئة انسوفيزونس ريسبيراتوار. هو مرض مزمن، لكن لو كان نتدخله في العلاج المبكر نتمكن من القضاء على هذا الالتهاب اللي يمد لنا نوبات، سيسكون ابل لا ريميسيون. قد ما يكون العلاج مبكر قد ما تكون عندنا اون لونغ ريميسيون، سيتادير ما يكونوش عندنا ديبوسي، وهذا اللي يخلينا نتفاداو نوبات تاع مرض الربو عند الطفل. العلاج تاعو دائما يكون على شكل بخاخات، يعني صديق الدواء نمدوه على شكل بخاخ، وهذا يكون على ثلاث مراحل. لو برومي فولي هو علاج المرض، صديق الدواء المرض، واش لازم نديرو؟ لازم نتمكنوا من الالتهاب اللي يكون في القصبات الهوائية اللي هو السبب تاعو ينجم عنه النوبات، وهذا بإعطاء بخاخات اللي تحتوي على مادة الهيدروكورتيزون، صديق سيدي كورتيكويد اون سبري. هذا صديق البرومي فولي. لو دوزيام فولي هو لو تريتمون ولا العلاج تاع النوبات ولا تاع الكريز. في الحالة هذه لازم نمدو بخاخات اللي تمد لنا اون برونكو ديلاتاسيون. نصائح عند مرض الربو، يعني هي نصائح وقائية. أولا الوقاية من التعرض لمحفزات الحساسية عند الطفل. النصائح لازم الاستشارة الطبيب، و صديق الفو ريسبكتي لي كونترول، صديق لازم معالجة دائمة. تعديل الوزن لازم نعرفه من العوامل اللي تمد لنا نوبات عند الطفل المريض بالربو، هي لوبيزيتي، هي السمنة.